نحن طبعا هذه الخارطة هي تحدد الأماكن الخاصة بجميع المنشآت والمركبات الرياضية الموجودة في المدينة. نعم. وممكن لأي شخص سواء كان على مستوى الرياضة التنافسية أو كان على مستوى الرياضة أيضا. نعم. المجتمعية أو للجميع إذا حب أنه يمارس ما عليه إلا أنه يضع الكود الرقم الموجود على هذه الخريطة والسيارة توصله من خلال هذا النظام. الجزئية المهمة أيضا في قضية توالي أحداث، أنا أشوف اليوم بدينا في هذا اليوم الثاني من سبتمبر ولغاية العاشر من يناير من عام 2013 يمكن إحنا ما راح يكون عندنا يوم فراغ، راح يكون كل يوم كل أيام طبعا كلها أيام عمل سواء كان على مستوى الأحداث الدولية أو كانت القارية أو كانت الإقليمية أو الخليجية أو المحلية. فما راح يكون عندنا يعني راحة ولا يوم حتى يوم 10 يناير اللي هو راح يكون فيه يعني رائع، وبعدين أيضا في استئناف لأنشطة وبرامج أخرى. طبعا إحنا من خلال الشراكات اللي قمنا فيها مع العديد من الهيئات والمؤسسات ومن ضمنها المؤسسة الكبيرة والرائدة اللي هي دائرة السياحة والترويج التجاري، توقعنا مذكرة تفاهم وبداية الآن دخولنا معهم في شراكات وللترويج للأحداث لاستقطاب الفرق لتقديم دبي كوجهة للسياحة الرياضية. نعم. يمكن هذا يكون متغير جديد بدأنا فيه في الفترة الماضية، وإن شاء الله نأمل أن نحقق من خلاله قيمة مضافة يعني هذه المدينة ولدولة الإمارات العربية. هذا ليس بالجديد على مختلف الدوائر والإدارات في إمارة دبي، ليس بالجديد عن دائرة السياحة والترويج في دبي. على كل، الدكتور أحمد سعد الشريف سيبقى معنا في الاستوديو لبعض لحظات قبل انطلاق المؤتمر الصحفي، وأنا أذهب إلى زميل طارق الحمادي. طارق، أهلا وسهلا بك، يبدو أنه معك أحد الضيوف، تفضل إليك الكلمة. شكرا زميلي كريم طاروني، بالتأكيد نحن متواصلين من خلال هذا النقل الحي والمباشر للمؤتمر الذي يعقد بين مجلس دبي الرياضي والأسطورة مارادونا. نحن متواجدين هنا خارج القاعة اللي راح يكون فيها المؤتمر الصحفي، ومعي في هذه اللحظات الدكتور خالد. نتحدث عن توقيع اتفاقية بين مجلس دبي الرياضي والأسطورة مارادونا، كيف يراها الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أهنئ مجلس دبي الرياضي على هذه الخطوة، خطوة ممتازة جدا، أكيد أتت من ضمن استراتيجية المجلس للاستراتيجية سواء الإعلامية أو التسويق للرياضات في إمارة دبي، وكذلك على الجانب الكروي ككرة القدم. أعتقد نحن في لجنة دوري المحترفين بنستفيد جدا من الخطوة هذه، وستكون هناك اجتماعات مع مجلس دبي الرياضي بآلية تفعيل هذا الجانب الهام في الدوري المحلي، وكذلك كأسطورة كروية كيف نستفيد منها في المجالات الاجتماعية، وتلاقي الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي مع لجنة دوري المحترفين في الجوانب الأخرى المجتمعية. إن شاء الله أهنيهم على هذه الخطوة، وفعلا خطوة ممتازة جدا. جميل دكتور، دام أنك تحدثت عن الخطوة أنها بتكون في اتفاقية بين لجنة دوري المحترفين ومجلس دبي الرياضي، ممكن نعرف شو هي نوع الخطوة بشكل مبسط؟ هي مش اتفاقية أكثر ما هي تنسيق، يعني تنسيق بين اللجنة والمجالس بشكل عام. ومجلس دبي الرياضي مشكورين دائما في جميع ندواتهم والمعارض والمؤتمرات، سباقين في هذا الموضوع، وأيضا مشاركتهم معنا في أكثر من اجتماع اجتمعوا سواء مع اتحاد كرة القدم أو لجنة دوري المحترفين. فنتمنى إن شاء الله نقدر نساعدهم، وكيف نحن أيضا نستفيد من هذه الخطوة الممتازة. شكرا لك دكتور. شكرا. إذا زميلي كريم، يعني مثل ما نعرف إحنا هذا المؤتمر اللي راح يقام بعد نصف ساعة تقريبا، نشاهد الآن القاعة الخارجية مكتظة بالحضور والإعلاميين
هذا خارج القاعة، نحن متواجدين خارج البوابة مباشرة. الإعلاميين من كل أنحاء العالم، مثل ما نعرف أن الأسطورة مارادونا دائما ما تنظر أو ينظر إليه الإعلام الخارجي بشكل كبير ويتابع أخباره أول بأول. إذا كريم أرجع لك الآن مباشرة في الاستوديو، بالتأكيد رح نتواصل بالمزيد من اللقاءات مع الضيوف للمؤتمر. شكرا لك طارق. أعود مع الدكتور سعد الشريف، ولحظات قبل أن يغادر للترتيبات الأخيرة قبل المؤتمر العالمي، دكتور أحمد سعد الشريف، لو توضح للسادة المشاهدين يعني الوظيفة الجديدة لمارادونا، حضور المؤتمرات الدولية والوطنية، الترويج للرياضة، دعم الرياضة، لو توضح أكثر للسادة المشاهدين مهمة دياغو أرماندو مارادونا مع مجلس دبي الرياضي. احنا طبعا السيد دييغو أرماندو مارادونا من الشخصيات الأسطورية في عالم الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم على وجه التحديد، حيث انه يعد من يعني من افضل ثلاث لاعبين على مر التاريخ يعني لعبوا كرة قدم. وال يعني استخدام هذه الشخصية في الترويج لبعض الأنشطة اكيد راح يعطيها ويحملها قيمة جيدة جدا. من هذا المنطلق ونتيجة أيضا هو يعني عندما عاش في مدينة دبي، حبه لهذه المدينة، عشقه لهذه المدينة، خلق نوع من الشراكة أو الجانب اللي يريد أن يرد الجميل بمعنى في هذا السياق. وعلى هذا الأساس تمت الشراكة. الهدف من الشراكة أيضا أن احنا نعزز بعض المنتجات الوطنية، سواء كان على صعيد المناسبات أو على صعيد بعض التجمعات الدولية أو حتى التجمعات، لأن اليوم أغلب المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، مثل اليونيسيف، مثل يونسكو، يستخدمون مثل هذه الشخصيات كسفرة من أجل تعزيز أو توصيل الرسالة. وهذا اللي احنا نود ان يكون مجتمعنا مجتمع متعافي، مجتمع رياضي، مجتمع متميز. دكتور احمد سعد الشريف، نشكرك جزيل الشكر ونتمنى لك موسما رياضيا ناجحا في مجلس دبي الرياضي، ونتمنى الخير والسلامه والنجاح لكل الرياضيين سواء اماراتيين عرب او عالميين. شكرا لك اخ كريم، وشكرا لدعم هذه القناه المتميزه لبرامج وأنشطة مجلس دبي الرياضي. شكراً دكتور. شكراً. سادتي وسادتي، منذ لحظات كنا نتابع مع بعض الصور المصاحبة لدياغو أرماندو مارادونا أيام الشباب، أيام العز فوق ميادين كرة القدم. في الحقيقة صور عشاق كرة القدم، ليس عشاق دياغو أرماندو مارادونا فقط، عشاق كرة القدم كلما شاهدوا البعض من هذه المقتطفات والصور إلا وتسمروا أمام جهاز التلفزيون لمتابعة إبداعات البيبي دي أورو، الفتى الذهبي لبوينوس آيريس. فيما يلي تقرير مدته ما يقارب الثمان دقائق، صور ولا أروع دياغو أرماندو مارادونا في سطور لمحمد علي فرجي.